ديفوار. الو كوت ديفوار، معنا كريم مقني مباشرة عبر الهاتف تحت البنان. شكرا شكرا كريم، كان معنا كريم في لمان. باي باي، نتقابل غدوة إن شاء الله. يا ربي يا كريم موجود، أهلا وسهلا. اليوم نخلة، يا مرحبا النخلة. عندي سكوب في العلالي، واحة اليوم، حجم اللحية اليوم. صحة صحة يا عريس، صحة يا عريس، إن شاء الله في الخير يا عريس. تولي موضوع آخر فقطانا، فخلينا خلينا 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 حزمنا اللحية وكهو. صحة كريم، صحة كريم، صحة كريم، صحة كريم يا كريم يا كريم. والفيديو بعد شوية دوم ما يكملوا بربي افسخوه ولا نحيو البداية. طب خلص تبريه يحافظ على هو متزوج كريم، صغيرات زيادة ما شاء الله، يضر صغير خاطر. لا كريم، صحة يا عريس هي جملة تتقال معناتها الإنسان حجم وكذا. صحة يا عريس، فهمت كيف بوكو يا ديك الصحة، ولكن في السياق بتاع كيف مش هذين نحكيو على المنتخب، نحكيو على المنتخب خير. صحيح كريم، صحة المدام هكا عاد، مش صحة يا ريس. كروم سلم على وليداتك وزوجتك، ميسالش نعطيك فرصة. مرحبا بكم الناس الكل، نوجه لهم تحية ولكم صباح كامل معايا. دونك نستبخت بيه انا، خاصه كي يطلبني ولدي الصباح كيف يعمل لي هكا يقول لي تحت بابا، دونك كيف يقول لي تحت، دونك انا نستبخت بالقدر بالدا وبحاول له منتصر ان شاء الله. ان شاء الله. اعطينا اخويا اخر المستجدات، التشكيله، الاجواء، المعنويات. تروى شابيتر، والله انا كنت المعنويات شيخ ومرتفع وعامل بون كيف جاب تكلمت دقيقه التالي دقيقه التالي نسمع في هاني وما نرجعوش لكاس العالم. يا هاني بوز، نحكيو غدوه. نعم كملنا اليوم ماتش، نحذروا خويا، ما نحذروش يعني، كملوا الماتش ومن بعد ما نحذروش، ما توا باش نربحوا ان شاء الله، نربحوا ان شاء الله، باش نفوزوا. شوف انا ممكن معناتها جعفر ما نعرفوش بعضنا قبل بالكدا، واول مره معناتها نخدم مع ساعه سعيده، لانه معناتها خدمنا قبل معناتها مع عديد البرامج، وعندي 8 سنين توا فيديو انا فاهم. ممكن اللي على قلبي على لساني ديما، معناتها حتى الاحساس نتاعي يبدا ظاهر حتى للناس الكل، مش نحاول نحكي من قلبي توا جعفر، اي بابا، للناس اللي تسمع فينا وخاصه الملاعبيه. بصراحه 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 يلزم يكونوا رجال ويلزم ينورونا. راهو ما عندكش فكره الاحساس نتاعنا انه في 12 مباراه المنتخبات العربيه، زوز مباريات فقط فازوا بها المنتخبات العربيه، المغرب في المباراه الاولى ثم منتخب عربي يقصي منتخب عربي، يعني ولينا ناكلوا في بعضنا. معناتها الحقيقه الحقيقه اليوم يلزمنا نفوز، يلزمنا نشرفوا الرايه العربيه، يلزمنا نشرفوا الرايه التونسيه. راهو 12 مليون تونسي يستنى يا ملاعبيه اللي تسمعوا فينا، راهو اليوم يلزمنا نكونوا رجال، الناس الكل بالصوت بالقلم بالميكرو باللي تحبوا انتم، احنا كنا معاكم وقفنا معاكم دزينا معاكم رغم عديد الاخلالات وبرشا حاجات تقالت وبرشا حاجات ما تقالتش ومش باش تقالتوا، وان شاء الله ما تتقالش بالطبيعه اذا كان كملنا وقدمنا ووصلنا. ولكن ميسيال شيل فوفير هذاك، نكملوا نواصلوا، كونوا رجال، كونوا قد المسؤوليه، فرحوا الناس اللي جات من ابيجون الماتش اللي فات واللي باش تجي الماتش هذا. يا جعفر راهو ثم ترواز اكسيدون صاروا المره اللي فاتت وما حبيناش نقولوا، الحمد لله سلامات الناس الكل لاباس. هذوما كراه معناتها من الناس التوانسه، راهو سي با فاسيل، تعمل 700 و 800 كيلومتر والبيرمي لهنا تعمل الو تاخذ بيرمي، دونك الناس ما تعرفش تسوق بالكدا، دونك الناس خذات الريسك وشدت لي زوتوروت وجات وشجت حتى على خاطرهم هما، ما يسالش على خاطر الناس المتغربه، على خاطر جعفر والله العظيم والقران. انا كيف نعلق على المباراه والله بجنبي عائله، والله يا جعفر نقول فيها معناتها ونشد في روحي وقت اللي تحيت العلم نتاع تونس قبل معناتها المباراه، انا لحمي شوك شوك والله بالدموع. اكيد ناس متغربين، اللي عنده عام ما مشاش، اللي عنده عامين ما مشاش، اللي عنده 3 سنين ما روحش لتونس، كريم. على خاطر هذوما فقط كريم. على خاطر هذوما كونوا رجال وربحوا كريم، ومن بعد لكل حادث كريم حدث. كريم احنا مانيش باش نساوموا ولا باش نفرقوا الوطنيه، هذا عنده 100 جرام وطنيه، الاخر باش نعطيه 2 كيلو نص وطنيه، الاخر 10 كيلو، الاخر جروسيست نتاع وطنيه. اوزلي يا اخويا باش نقول لك حاجه، ولكن اكثر ناس تحس على الوطن المتغربين، صحيح يحسوا خاطر محرومين، محروم من امه من خوه من بوه من الماكله من ولاد عومته من صحابه من عرق من الكلام الزين من البحر من الجبل من الكياسات من الكلام الزايد اللي في تونس، من الدنيا كل محروم. اي احسبها انت باللي تحسبها، والله انا مشيت وشفت اللي تحكي فيه كله صحيح، وخاصه في الكوت ديفوار. مش قلك علاش؟ خاطر الجاليه شوي، صحيح فهمتني، ما ثماش ماشيان وجايين. شو غربه من غربه، غربه من غربه، اسمعني بربي كريم، نختم 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 نختم. غربه من غربه، ايطاليا ماهيش غربه، فرنسا ماهيش غربه، ألمانيا ماهيش غربة، قرابي قرابي تك تك، فهمني ولا تكون كذا، ثم بلايص راهو بالحق غربة يحسها، فهمني ولا. إن شاء الله يا ربي اليوم دموع الفرحة اللي تسيل، إن شاء الله يا ربي. كلمة ليك كريم، إن شاء الله. دونك نعطيك إكزومبل بسيط،
ثم تونسي يخدم لنا في كوروغو بون وحتى الفامي نتاعو في ابيجون يجي في ميسيون نتاع جمعه 10 ايام كومبارازار مع ليكيب ناسيونال. ديجا الميسيون كملت زاد 3 ايام من اجل المباراه نتاع اليوم، واذا كان مشينا لبوكي نجم يكون حتى يتحاول معنا. واسمه عصام نوجه له تحيه الحقيقه، معناتها كيف مرتو صغارو يبعثهم في بوس من ابيجون الصبح بكري من 7 نتاع الصبح باش يوصلوا لهنا الكوروغو باش يحضروا المباراه، وغدوا 6:30 نتاع الصباح ياخذوا بيس باش تقعد 8 سوايع باش يرجعوا لابيجون وما يدخلوش يقراوا. قال لي نهار اخر صغاري كيف يكبروا وعمرهم 6 سنين و8 سنين، قال لي صغاري نهار اخر كيف يكبروا، قال لي بابا احنا ما نسامحوكش، تونس جاتنا واحنا ما مشيناش، دونك هذاك علاش ما حطناهمش يقراوا. تخيل هذوما راهو حاجات معناتها علاش نحكي فيهم توا وجانسيست اني نقول من اليوم للجور دي ماتش، ما حبيتش نقولهم ثلاث ايام التالي، ما حبيتش نقولهم نهارين التالي، حبيت نقولهم اليوم للجور دي ماتش، خاطر متاكد انه هذوما الرسائل باش يوصلوا للاعبيه وباش معناتها في حي زمني قصير نلعبوا المباراه باش يوصلوا للاعبيه باش تمشي ما يتمسوا وبيحاولوا لا باش يتمسوا. كريم التشكيله نتاع المنتخب، اعطيني توا التشكيله نقفلوا بالتشكيله وان شاء الله مربوح، باش نحط لك خويا الموسيقى كانك باش تعلق تويكه دوب ما بدات المقابله، اعطيني شويه طاقه فهمني لا كريم امشي لي بابا امشي باش نحط لك الجرين تحت في حراسة المرمى بشير بن سعيد على اليمين يان فاليري على اليسار علي العابدي قلب الدفاع ياسين مريح منتصر الطالبي المحارب في وسط الميدان عيسى العيدوني الأنيق الياس السخيري نجم المستقبل الياس العاشوري على الجهة اليمنى في الهجوم موجود حمزة رفيعة محترف شيفيلد يونايتد والإنجليش بريمير ليج أنيس بن سليمان وقلب الهجوم محطم كل الشباك وكل الحراس ونحكيه على نجم النجوم في الزمالك المصري سيف الدين الجزيري شكرا شكرا كريم شكرا التعريف الجميل وشحذ الهمام ان شاء الله مربوحه كريم ان شاء الله ربي يحفظ لك هكا النوارات ان شاء الله ربي يخليك محليك محليها تلقائيتك محليها كلامك محليها تعليقك ومحليها مجهودك الكبير برشا برشا احنا نفتخروا انه انت تكون معنا فهمني ولا وتعدي المعلومه نحبوك برشا 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 ميرسي كان معنا مباشره والصوره الجميله يعني كل في توزر اي والله العظيم الصوره جميله جدا فيفو كاليتي شباب على الاخر الصوت واصل فهمني ولا سواء عملت سيلفي ولا صورنا الاجواء فيفو ذكر فيفو لو كان مازالوا يسمعوا فيا حاب نبدل التليفون ان شاء الله يستجيبوا من هنا كان ربحت الكيب ناسيونال تبدلوا لي زوز تليفونات كان الكيب ناسيونال ربحت فهمني ولا زوز تليفونات شكون باش تهديه عندي تليفون اخر شكون باش تهديه عندي خالتي عيد ميلادها عمرها تبارك بريسك 30 ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي شكرا كريم شكرا الى لقاء كريم بعد شويه موضوع